ريت مستغرب ما شاء الله طبعا ما شاء الله ما شاء الله يعني مش عايزين نقسم ده اللي مش مركز اسمه كبر في السن ويطلع عيل اسمه عمرو اديب عايزكم بس تركزوا مع عمرو اديب على ودانه ركزوا معاه ودانه كده شبه ودان مين؟ لا حمار يا راجل لا مش قلقان حرام استغفر الله العظيم ركزوا على ودانه اللي طالع يستفز مشاعر الشعب المصري ويقول لك ايه؟ بلاش تاكلوا بيض ولبنان جدي ولا انا عمري انا اسمه ايه هو اللي هو يعني ايه ده؟ ايوه اللي هو كله بيض بالبسطرمة اخبزوا العيش في البيت بياخد 3 مليون دولار في الشهر كفايه اعرف انت ومراتك بيطلع يعمل ايه بقى؟ طب الاهلي اتغلب نطق؟ لا هو عايز نعمل مش قادر ينسى العلقه اللي كانها في المطعم وبحذرك تاني مرتضى شخصيته رجعت القديمه بحذرك طلع اول امبارح قله ادب وتطاول هو حضرتك زملكاوي بجد؟ اه طب الزمالك عايز يجدد للعيبه ويشتري لعيبه ممكن تبعت لي شهر 3 مليون دولار ممكن يعني تبعت لي شهر واحد 3 مليون دولار لا يا مامي ابوك عبد الحي دي الله يرحمه المحترم كان يجي يقعد بالساعتين في مكتبي عشان ينتظر يقابلني مع احمد الحضري كان رئيس جمعيه النقاد وانا كنت مستشار الجمعيه اخوك عماد ساله اداني كام في قضيته مع الاهرام ولا جنيه لم نفسك احسن قلت لي لم نفسك احسن خلاص الحقنه اللي انا كنت واخدها مخدراني راح مفعولها عارف ده ما بيجيبش نتيجة خلاص وأصل الإدارة واللعيبة وأصل ويوم بقى الزمالك ما بيكسب إيه يقعد يقول يا عم ادينا 3 مليون دولار اتفضل إنما قلة أدب وتطاول وعاملين نفسهم زملكاوية